السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم طلابي طلاب رياض ومدارس جامعة الزرقاء، معكم معلمة المادة بنان الصعيدي للصف التاسع. ننتقل اليوم إلى قصيدة بعنوان في مدح سيف الدولة، فلنبدأ. الشاعر أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الجعفي، الغرض الشعري المدح. مناسبة القصيدة، قالها المتنبي يمدح سيف الدولة في الواقعة التي حدثت بين جيش المسلمين بقيادة سيف الدولة الحمداني وجيش الروم بقيادة الدمستق. نأتي الآن إلى القراءة والتحليل. غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا، جبنوا خافوا هذا الناس هؤلاء الناس. يقول الشاعر أنه لا ينخدع بأقوال هؤلاء الناس، فهو يعرفهم جبناء عند القتال أقوياء عند القول. قال هذا ولم يقل هؤلاء لأنه قصد قول الناس. وما الحياة ونفسي بعد ما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع العار والدنس. الشاعر علم أن الحياة متقلبة ومليئة بالعار والدنس، لذلك كرهتها نفسه ولا يغتر بها. أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في غمدي وأنتجع؟ أطرح، أترك، الغيث، المطر كناية عن سعة العيش، الغمد بيت السيف، أنتجع، أطلب الكلاء. أن الشرف وسعة العيش إنما يدركان بالسيف، فلا أترك سيفي وأطلب الشرف وسعة العيش بالسؤال واستجاء الناس. الصورة الفنية صور المجد بالرمح الذي يحمله على كتفه، وشبه السيف بالغيث الذي يجلب الخير والكلاء ورغد العيش. والمشرفية لا زالت مشرفة، دواء كل كريم أو هي الوجع. المشرفية السيوف، مشرفة مرفوعة، الوجع المرض. هنا السيف، إما السيف هنا إما داء للكريم أو دواء، لأنه إما أن ينال بغيته به أو يقتل فيهلك. الصورة الفنية شبه السيوف بالدواء الذي يشفي من المرض، وبالداء الذي يقضي على صاحبه. بالجيش تمتنع السادات كلهم، والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع. تمتنع تقوى ويصعب الوقوف في وجهها بابن أبي الهيجاء الحرب. إن السادات والملوك تكون قوتهم وعزتهم بجيوشهم، أما أنت فعز للجيوش وقوة لهم. أنت يا سيف الدولة الحمداني رمز الفخر لهذه الجيوش. تغدو المنايا فلا تنفك واقفة حتى يقول لها عودي فتندفع. تغدو تذهب، المنايا هو الموت، تندفع، المنايا هي الموت، اعتذر، تندفع، تسير سيرا سريعا. يقول المتنبي عن سيف الدولة إن الموت تحت إمرتك منتظرا إشارة منك. صورة فنية صور المنايا بالجندي أو الخادم الذي يقف كل صباح أمام سيف الدولة وينتظر أوامره. قل للدمستق إن المسلمين لكم خانوا الأميرة فجازاهم بما صنعوا. الدمستق قائد الجيش، قائد جيش الروم. المسلمين فتح اللام، الذين خانوا سيف الدولة وأسلمهم للروم ولم يحمهم. هؤلاء الذين تركهم سيف الدولة وأسلمهم للروم وجعلهم يظفرون يستحقون هذا الجزاء لأنهم خانوه. وجدتموهم نياما في دمائكم، كأن قتلاكم إياهم فجعوا. يقول الشاعر إن الذين خانوا وجدتموهم متشبهين بالموتى بين قتلاكم خوفا واستسلموا لكم لاحق. لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق، فليس يأكل إلا الميت الضبع. رمق روح. لا تظنوا أن من أسرتم كان أصلا حيا، إنما أسرتم من هو ميت فلم يتبقى فيه رمق، لأنكم كالضباع لا تأكلون إلا الميت فقط. الصورة الفنية شبه جيش العدو الذي أسر الضعاف بالضبع الذي يفترس الجثث الميتة. من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع. هنا يمدح سيف الدولة، لا يضع، لا يقلل من قيمة من كان فوق محل الشمس موضعه،
دلالة على المكانة الرفيعة. من كان مقامه رفيعا وعالي الهمة والمقام اعتذر، يقصد سيف الدولة هنا، فلن يرتفع شأنه بنصرة أحد ولن ينخفض شأنه بفشل أحد. هنا هذا البيت دلالة على الهمة العالية والمقام الرفيع. ليت الملوك على الأقدار معطية، فلم يكن لدني عندها طمع. الأقدار جمع قدر، أي المكانة، الدني اللي هو الدنيء الخسيس، الدني نفسه الدنيء. ليت هنا استخدام أسلوب التمني، يتمنى الشاعر من الملوك أن يجعلوا عطاياهم مناسبة لأقدار الرجال ومنازلهم، ولا يعطوها للدنيء الطماع. الدهر معتذر والسيف منتظر، وأرضهم لك مصطاف ومرتبع. المصطاف موضع الإقامة في الصيف، المرتبع موضع الإقامة في الربيع. الأيام هنا تعتذر لك يا سيف الدولة عما خسرته في هذه المعركة، وسيبقى السيف موجود. وأرضهم لك، أرض الروم طبعا، مكان إقامتك في الصيف والربيع. الصورة الفنية صورت الدهر بالإنسان الذي يعتذر، والسيف بالإنسان الذي ينتظر الأوامر. فقد يظن شجاعا من به خرق، اعتذر، فقد يظن شجاعا من به خرق، وقد يظن جبانا من به زمع. الخرق الطيش، الزمع الرشفة عند الغضب أو العزم والثبات. هنا يوجد في هذا البيت حكمة، أن المظهر لا يخبر عن الجوهر في كثير من الأحيان. فقد نعتقد أن الأحمق المتهور شجاعا، ونعتقد أن من به زمع الذي تصيبه رشفة من شدة الغضب جبانا. إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. آخر بيت أيضا يوجد حكمة، المفردات سبع، كل من له ناب ويفترس. حكمة، ليس كل من يحمل السلاح شجاع، كما أن ليس كل من يمتلك مخلب يكون سبعا مفترس. الصورة الفنية شبه الشاعر كل من يحمل السلاح ولا يحسن استخدامه بالحيوانات ذات المخلب التي لا تستطيع أن تجرح مثل السباع القوية. نأتي إلى الأفكار. مدح الشاعر لنفسه والاعتزاز بها البيت الأول، المجد والشرف لا يحققان إلا بالسيف. البيت الثاني للرابع، مدح سيف الدولة والتغني بأمجاده من البيت الخامس إلى الحادي عشر، الثقة في سيف الدولة وقوته من البيت الثاني عشر إلى الرابع عشر.